نعم سيدي، مرحبا بضيفك الكريم. مرحبا. إذا عندما لاحظ ترتيب الدول حسب التقرير الذي نشرته ستاتيستان، لاحظ بأن الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، ثم تليها روسيا وإيران، ونجد أن الجزائر هي في المرتبة العاشرة بخصوص إنتاج الغاز الطبيعي. وبالتالي أقول أن في هذا الترتيب يمكن أن نسقط قراءة أن روسيا هي ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي، وهذا ما يفسر بأن هذا البلد يعني ما زال يتمتع بقدر كبير من القوة التفاوضية. وبالتالي المعادلة التي اليوم هي أمام هذا المنتدى هي معادلة تعتمد على ثلاث عناصر: المستهلكون والمنتجون وكذلك المراقبون. فالتحديات التي تفضل بها ضيفنا الكريم المتمثلة في العدوان الروسي أو الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذلك العدوان الصهيوني على غزة وأزمة البحر الأحمر، يعني هي كلها تحديات اليوم أمام هذه القمة. وبالتالي الجزائر اليوم باحتضانها هذا المنتدى أو هذه القمة يعني لها رمزية كبيرة. فالقمة اليوم، هذه القمة اليوم هي تعتبر محطة تاريخية بالنسبة لمنتجي الغاز الطبيعي، وهي اليوم أمام تحدي للبحث عن التوازن والاستقرار، في البحث عن التوازن والاستقرار أقول